رفعت الراية البيضاء تندفع على بركة الله ثالث أشواط الحفل التاسع عشر شوط التكافؤ حتى تصنيف 55 بمشاركة ودها إكسترا بلو ابن ديباجية الكحير إتلاند نجمة الزارية العيون وجدان سعد الخوي حكيم الميدان يبتسم سرب القطة فارس نجد غلا نعيمات لقب وزهرة بقعة وغلا وطني وإشراقة الرياض تنطلق الخيل بسرعة متوسطة هنا نشاهد الصدارة تبدأ مع سعد الخوي وسرب القطة ابن التجاويد تحاول خطف السياج في هذه الأثناء في متابعة من سعد الخوي إلى ثاني المراكز وأيضا أشاهد غلا وطني الاسم المرشح يحاول الانطلاق في هذه الأثناء خيل الانتاج مع بعضها البعض المستوى متقارب حتى الآن الصدارة نشاهد ابن ديباجية من الخارج في رابع المراكز متمركز في موقع ممتاز وأيضا المحاولات هنا في هذه الأثناء مع سعد الخوي ابن دانس وذ ريفر مع أحمد الأزهري يقود السباق في هذه الأثناء إلى المركز الأول نجمة الزارية تحاول أيضا في هذه الأثناء مع محاولات كذلك من قبل ابن ديباجية والمحاولات أيضا من سرب القطة للحاق في هذه الأثناء بدأت الخيل بالتحرك الدخول للأمتار الأخيرة والخط المستقيم سعد الخوي إلى المركز الأول في هذه الأثناء ينطلق بكل قوة يحاول الهروب والابتعاد يشهد دخول قوي من ريتلاند في هذه الأثناء وكذلك إسترا بلو بجوار السياج يحاول الانطلاق هنا إذا فارس نجد أيضا منافسة ثلاثية هنا سعد الخوي لا زال في الصدارة سعد الخوي في الظهور السادس له في المصيف هل سيضيف الفوز الثاني يبدو ذلك سعد الخوي ابن داس وذ ريفانس والمنطلق من البوابة الخامسة يسجل الفوز الثاني في سجله السباقي والأول في المصيف سعد الخوي لفارس تيسير الفتوح.